عامر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الصوت بعد شويه كده. كويس كده تمام. يعني مبروك تولي حسام وكابتن ابراهيم. عايز حضرتك في البدايه تقول لي يعني الاختيار جه ازاي؟ جه سريع ازاي؟ الخطوات جت ازاي؟ كله كان مستني اجنبي، ثم في الاخر كابتن حسام كابتن ابراهيم اللي بيتمتعوا الحقيقه بشعبيه كبيره. يعني خلينا من الاخر، ان الكابتن حسام وكابتن ابراهيم نجوم كبار على مستوى اللعب ومستوى التدريب، عندهم حماس، عندهم فكر في الانديه اللي راحه، فبالتالي يعتبر ان شاء الله يعني اختيار موفق. انا بعتبره اختيار موفق، لان كمان حته بعد الجماهير عن المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، ممكن في وجودهم إن الحماس اللي كان موجود كبيرة أيام الكابتن جوهري والمجموعة القديمة كابتن حتى، إن ممكن يرجعوا الروح دي تاني للمدرجات بحماسهم، لأن دايما اللي حواليه بيتطبعوا بنفس الطباع بتاعته، فبالتالي أنا شايف إن شاء الله إن ممكن يعملوا حاجة كويسة لمصر إن شاء الله. وزي ما حضرتك قلت إن إحنا لازم المنظومة بالكامل، إعلام واللعيبة، الزمايل الكابتن حسام وإبراهيم والجمهور، يعني كله بقى يعني إيه، يبقى في ظهر الجهاز الفني، لأن إحنا عندنا مباراتين في شهر 6، ما يقبلوش أي حاجة غير إن شاء الله المكسب، لأن دولت حي يريحونا ويريحوا الجهاز إن هم يخططوا في المرحلة اللي بعد المباراتين دولت. هيبقى عندهم الوقت الكافي وهنبقى مطمنين ان شاء الله، لان المباراتين دول يعتبروا 90% من الوصول لكاس العالم. طبعا. هل يا فندم موضوع الاشراف، هل استاذ جمال علام من تولى الاشراف زي ما بنسمع اخبار، ولا حضراتكم لغيتوا الاشراف على المنتخب الاول؟ لا، الموضوع ده ما اتفتحش خالص يا كابتن سيف اصلا. لا ما اتفتحش خالص الموضوع. تمام. لا طيب، هل الكابتن حازم هيكمل، ولا الكلام اللي بنسمعه من الكابتن حازم او رايه ان لا مش حي يعني مش هيكمل في الحته دي الفتره القادمه؟ لا، ما قالش، ما فتحش الحوار ده مع حد خالص من المجلس، ولا على جروب المجلس، ولا في المقابلات، ما حدش فتح الموضوع ده خالص، ولا جاب سيره موضوع الاشراف خالص، ولا الكابتن حازم. وزي ما حضرتك قلت ان الكابتن حازم عنده من الخبرات دلوقتي، صح، وبعدين ما بنتكلمش على حد غريب للكابتن، يعني معسكرات مع بعض مع كابتن ابراهيم وكابتن حسام، وحققوا انتصارات مع بعض. بس هو حازم شايف في النادي والمنتخب، وانت عارف شخصيه الكابتن حازم، يعني طب هو عمره شايف ما كان، اتفضل يا فندم اتفضل، عمره ما كان ولا عدواني ولا بيشيل ولا لا خالص بالعكس. لا هو كابتن حازم مسالم بطبعه، تمام، فبالتالي انا شايف ان الامور كلها، بس نسيب الامور هاديه، يعني الموضوع هينتهي طبعا، هيبقى في تعاون اكيد، لان هو كعضو في الاتحاد الكابتن حازم واجبه واجبنا كلنا ان احنا نوفر الاجهزه كلها، كل الدعم وكل طلباتهم ان هي تتوفر، فبالتالي ده واجب علينا كاتحاد. هو حازم شايف يا حاج عامر ان وجود الاجنبي ممكن يكون فيه همزه وصل، يعني لازم يكون فيه مشرف، شايف ان الافضل في وجود الكابتن ابراهيم وكابتن حسام لصالح الجهاز الفني ومصلحه المنتخب ان هو ما يكونش موجود كمشرف، دي وجهه نظر حازم امام يعني. هو عنده حق طبعا بشكل كبير، لان دايما الاجنبي بيفصل نفسه وبيتفرغ للملعب، انما المصري موجود معانا وعارف كل المشاكل وعارف كل الامكانيات اللي موجوده في البلد، وعارف امكانيات اللعيبه كويس، مش محتاج اشرح له ولا حد له حاجه، صح، فبالتالي تختلف. الاجنبي لازم يبقى معاه مشرف، يعني الحقيقه صح، ده يعني الف ب في الاداره، انما المصري خلاص، الراجل يعني هو عنده 17 18 سنه كلهم لاعبين منتخب مصر، وعارف اوضه في اتحاد ملعب، صح، وعارفين يتعاملوا ازاي مع اللعيبه، وعصروا لعيبه كتير لعبت معاهم، فبالتالي الامور دي كلها يعني الموضوع مش مستاهل الكلام ده كله، صح، انما كل اللي احنا محتاجينه اللي هو الدعم الكامل نمره واحد من الاعلام ومن الجماهير. وزي ما بقول لحضرتك ان المباراتين بتوع شهر 6 ان شاء الله تبقى نقله كبيره للكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. فيتوريا يا فندم حصل معاه ديل خلاص، وحصل معاه فسخ عقد ولا لا؟ لان في بعض الاقاويل قالت اه، في بعض الاقاويل قالت لا.
يعني الحوار يوم ما كنا في الاجتماع اخر اجتماع وتم الاتصال بيه، يعني الراجل كان واضح، انا بشكركم على الفتره اللي كنت موجود فيها، انما الامور الماليه دي كلها بتبقى مع المحامي، انا ما بتكلمش فيها خالص. يعني هو في اللحظه اللي بنتكلم فيها مع حضراتكم حصل فسخ العقد ولا لا؟ ولا اقول لحضرتك كلمتين دولت من الاجتماع، ان الكلام بيبقى مع المحامي بتاعه، حصل حاجه بعد كده بقى مع الاستاذ وليد العطار، هو اللي بيبقى عارف، هو على اتصال الاداره 100 في المحامي بتاعه. كل الامور ديت بتبقى امور مع الادارات المختلفه يعني. طب هل يا فندم حصل مناقشه لتقريره؟ اتعرض التقرير بتاعه طبعا. هل تقريره تعرض على المجلس تقريره؟ هل تقريره فيه حاجه تهم الراي العام؟ يعني في حاجة مش واضحة للناس، في حاجة ممكن مثلا هو بيشرحها كسبب في هذا الأداء؟ تقرير فني روتيني في أرقام، إن هو كان المتوقع تبقى النسبة بتاعتنا في الأهداف اللي تخش فينا كذا، اللي حصل فينا أهداف أكتر من النسبة اللي كانت متوقعة. أهداف كتير، حاجات فنية كلها وكلها أرقام، يعني ما فيهاش حاجة تهم الرأي العام قوي يعني. يعني الموضوع دوت يهم اكيد الكابتن حسام حسن، انه لازم يطلع على التقرير ويدرس الكلام دوت على دقش من الصفر ويبدا من الاخطاء اللي حصلت. هل يا حاج عامر حصل اي اتصال في اتحاد الكوره مع اي مسؤول واي محترف لينا بره بما يخص تعيين الكابتن حسام والكابتن ابراهيم في الجهاز؟ بنسمع كلام كتير قوي، وفلان اتكلم وفلان بره، والمحترف بتاعنا هيعلن، والمحترف بتاعنا مبسوط، والمحترف بتاعنا متضايق. يا كابتن سيف انت عارف اللعيبه بتاعتنا، عارف انا عارف والله بتاعنا. بس لازم اسال حضرتك، انا قلت قبل ما ادخلك ناس وطنيين على اعلى مستوى، صح. والحقيقه هو كان في البطوله كان عندهم روح، وكان ناس كتير كانت عندها نزلات برد واخدوا حقن ولعبوا وجم على نفسهم وما اعلنوش الكلام دوت. تمام. كان في حوالي 5 لعيبه عندهم برد في فتره المباراه الاخيره ديت، صح. في قدر يلعب وفي اتحمل على نفسه وفي اخذ حقن عشان يلعب، يعني الناس دي كلها اصل حته المنتخب الوطني ديت دي ما فيهاش كلام، ما ينفعش ولا حد يأثر ولا حد يدخر جهد. ما هو احنا ولا حد هيقول لك محترفين المدرب الفلاني ومش عايز المدرب الفلاني، الكلام ده ما بيحصلش خالص. ما كل الكلام ده طبعا لا مش مظبوط طبعا. احنا عشان مذاكرين كويس حافظين، بس لازم نسمع من برضه. ما احنا بنأكد على الكلام دوت، بس عايزك كنت في الاتحاد وعارف الكلام ده عمره ما هيحصل، صح. ولا عمره لعيب اتدخل انا كمدرب فلاني وما تجيليش المدرب الفلاني، ما بيحصلش. صح. قرار تعيين الكابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز الفني، اجماع ولا اغلبيه؟ لا اجماع طبعا. اجماع اللي كانوا موجودين. تمام. هل يا فندم خلص بقيه الجهاز؟ لا لسه ما تقدمش. طيب هل حصل تدخل في بقيه الجهاز ولا هو اختيار الكابتن حسام خالص؟ لا مستحيل، انت ممكن تتدخل في المدير الفني الاجنبي انك انت راح له 2 3 اختار منهم واحد مصري مدرب حراس مرمى مصري. تمام. لانه ما بيبقاش عارف المدربين الموجودين. ففي مدير فني اجنبي بيجيب معاه مدرب الحراس، فبيتحط واحد بس من المصريين بيبقى في الجهاز. تمام. انما ما دام الوطني هو عارف كل الناس وعارف مين بيقدر يشتغل معاهم، فاكيد الاختيار بالكامل هيبقى للكابتن حسام. طبعا انا الحقيقه بحيي حضراتكم على الخطوه دي، وبحيي تمسك الكابتن حسام بوجهه النظر في القصه دي، لان ده الدرس المستفاد من الفتره الماضيه في تولي المصريين كابتن حسام بدري وكابتن جلال. احيانا الاتحاد بيبقى ليه دور هنا في في في, في مدرب، ليه دور هنا في حد، ودي الامور ما بتكونش للصالح العام. الصالح العام ان المدير الفني يختار اللي هو عايزه. لا الكلام ده خاصي 100% ان حد يتدخل ويدخل في جهاز، يمكن من لجنه الحكام، ممكن برضه الراجل قعد مده طويله وقابل ناس كتير عشان يشكل لجنته بتاعت الحكام. لان هو راجل جاي اجنبي، انما صح. هو لو رئيس لجنه مصري هو بيشكل اللجنه اللي هو عايزها يعني. صح. السؤال يا فندم، نهائي كاس مصر خلاص يوم 8 فعلا؟ هو امبارح النائب احمد دياب طلب مني تصور على ان لو المباراه بدل 13 بقت يوم 8. طبعا ده هيتطلب تعديل في مباريات في الجدول، لان هو في الجدول يوم 13 من بدايه الموسم الميعاد بتاعه. فبالتالي طلب مني تصور وبعته للنائب امبارح احمد دياب. ده كل المعلومه اللي عندي لغايه ما يختاروني بس انا المعلومه اللي عندي انه مؤكده ان هو يوم 8. هل بقول لحضرتك طلب مني تصور امبارح في الجدول ان انا اعدل الجدول على يوم 8. تمام. وهيبقى فين المكان القرار النهائي عشان نقدر نبعت ونعلن للانديه وللاعلام والراي العام.
تمام التعديل يحصل لو تم النهائي يوم 8 ان شاء الله. الدوله المستضيفه فين يا فندم؟ المعروض السعوديه ان شاء الله. في السعوديه ان شاء الله. تمام. الملف الاخر يا حاج عامر هو الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء نبيل كان لينا معاه لقاء وحديث، وكان الراجل اتكلم ان هو جايب احلام وطموحات كبيره جدا، عايز يعمل تعديلات في اجهزه المنتخبات الشباب اللي اتشكلت، وعايز يتكلم في المسابقات، وعايز يتكلم في الامور دي الفتره الجايه، هل ده هيكون متوفر له الفتره اللي جايه؟ هنسال مع الكابتن علاء وان شاء الله هيبقى عامل التصور الكامل بتاعه، وبعدين نقعد ويتناقش فيه معاه وعلى المسابقات وايه الوقت وايه افضل حاجه ممكن تتعمل للمراحل ديت. والحمد لله انه عنده من الخبرات دلوقتي ان هو اشتغل في القطاع تحت، فبقى عارف لعيب لعيب ومدرب، وعارف الظروف والملاعب ومسابقات الجمهوريه كلها اللي بتتلعب، لان احنا دلوقتي انا بعمل بطولات جمهوريه في كل المراحل، حتى المراحل ما فيهاش منتخب عملت فيها بطوله جمهوريه علشان الشباب يبقى فيه احتكاك قوي، فاكيد هيبقى عنده فكر افضل من كده هنقدر ننفذه لو في حاجه افضل من كده. انما لازم يعرف تفاصيل المسابقات اللي نعملها ايه، وهو يقول لنا الفكر بتاعه ايه، واكيد في الاخر المصلحه، وهو ده دوره بقى الفني انه لازم يجي يضيف. المدير الفني لازم هو يجي هيضيف، يعني هتدوله صلاحيات يا فندم ان هو ممكن يعدل في الاجهزه الفنيه المنتخبات الناشئين. اكيد طبعا، ولازم هو يتمسك بكده. تمام. ما دام في فكر وفكر هو مقتنع بيه، هو يتمسك بالكلام دوت ويقدم الفكر بتاعه بتفاصيل كويسه. ولازم يقعد مع المدربين الاجهزه اللي موجوده، وبعد كده يشوف هو بقى القرارات اللي في الاخر هيقدم تصور كامل. انما الاستعجال ما ينفعش، يعني لازم ياخد راحته ويتناقش ويدرس ويتناقش مع الموجودين. بس اهم حاجه يا حاج عامر، احنا بنحب ان هو يدرس، بس الدراسه ما تاخدش سنين ولا شهور، يعني ان الامور لا شهور ايه، ما شهور انا بعرض يوم أصلاً انا يعني أنا أكثر واحد مهتم بالساعه مش اليوم. انا كنت في الاماكن دي عشت فيها كتير، وعارف ان موضوع الدراسه يعني ممكن العمر الطويل اللي موجود احيانا ما حقش. كابتن علاء انا عارف ان هو ايجابي وبيحب ينجز وحماسي، اكيد مش هياخد وقت من الكلام، خاصه ان هو مش محتاج انه ياخد وقت لان هو في المجال. بصراحة أنا سعيد، ده كان جوه المطبخ يعني. أنا سعيد جدا بكلامك وفخور جدا بكلامك، لأن لو توفر لعلاء نبيل كده ابتدينا نخش على الطريق الصحيح والخط الصحيح. لو المدير الفني بقى موقع شرفي كما كان، الأمور يعني هتبقى الدنيا صعبة. لا إن شاء الله كده اطمن، وكل واحد ياخد شغله ويعمله وينجز فيه إن شاء الله. إن شاء الله. هل يا فندم ممكن ننتظر إن اتحاد الكورة يعمل حفلة كبيرة أو مؤتمر كبير يكرم فيه الناس اللي شرفتنا ورفعوا راسنا، اللي دايما مظلومين ودايما في قفص اتهام الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية؟ ده لازم يحصل الكلام ده. ده مش اختيار يعني، ده لازم. الحقيقة حاجة مشرفة جدا الحكام اللي مثلونا في أفريقيا، والحقيقة نتمنى إن هم يبقى نفس الأداء والاهتمام والتركيز يبقى في الدوري المصري. كان بتنقل الدوري نقلة كبيرة جدا. صح. لو تم التركيز في نفس المستوى اللي احنا شفناه، خاصة المباراة اللي احنا شفناها كابتن سيف هناك أصعب من الدوري العام، لأن السرعة اللي موجودة فيها وأنت عارف الأفارقة والسرعة والقوة وما فيش تحضير اللعب الكتير، يعني طريقة لعبهم محتاجة حكام على أعلى لياقة وأعلى تركيز. والحمد لله الكابتن محمود عاشور الحقيقة تفوق على نفسه كمان، وبكرة يبقى موجود. والحقيقه يعني اكتشف العاب كانت صعبه وهو موجود في الفار. محمود عاشور يا حاج عامر، مصر يعني كل المسؤول التحكيم في مصر طلبوه بالاعتزال، هو النهارده واحد من افضل الحكام في السمراء. مش بس محمود عاشور، محمد عادل، امين عمر ومعروف والبنا وابو الرجال وحسام طه. كان في حديث هناك في افريقيا ومحمد عادل ان ازاي التحكيم المصري وصل لهذه الطفره. يعني التحكيم المصري بيتمشى في البطوله الافريقيه رافع راسه ومشرفنا ورافع راسنا، واحنا بقالنا فتره هنا انتقاد شديد للناس دي قبل ما تسافر وقبل ما تروح قبل ما تيجي، معادله في منتهى الصعوبه. الحقيقه يعني انا بطالب برضو من حضرتك ومن الاعلام كله ان احنا نساند الحكام، وان هم لما بيلاقوا المسانده
لان برضه هم ليهم هنا ليهم بيوت، في بيعرف يفصل وفي ما بيعرفش يفصل، وفي عنده اولاد لما بيلاقي تجاوزات في حقهم بيخش الملعب ممكن ما يبقاش مركز ممكن. فاحنا برضه لازم يبقى لنا دور الحقيقه في الموضوع دوت. ويمكن كاتحاد ان احنا بدانا ان الراجل ما بيتدخل، حدش بيتدخل في شغله خالص، حتى الفكر بتاعه الموضوع التصنيف الحكام والحكم اللي فوق ما يحكمش تحت ويركز فوق في الدوري ويصنف الحكام، وفي اخر الموسم هيعمل تصنيف تاني بناء على اللي هو شافه، مين هيطلع فوق ومين ما اجتش هينزل تحت في التصنيف التاني، يعني عشان يدخل مبدا الصواب والعقاب. فان شاء الله طبعا الحكام اللي احنا شفناهم المصريين هناك هي حاجه مشرفه جدا، والكابتن محمد عادل كان عنده مباراه من اصعب المباريات، الكابتن امين عمر، يعني كلهم الحقيقه اجادوا، يمكن خطا واحد بس للكابتن بنا في جميع الحكام، انما دي بتحصل يعني مع اي تحكيم طبعا، انما الحقيقه يعني اجاده تامه من الحكام المصريين. فلازم على راي حضرتك لازم يكرموا التكريم اللائق، لان ده كانوا عنوان الكره المصريه في البطوله الافريقيه. بشكرك يا حاج عامر وبتشرف بوجود حضرتك دايما معايا.